في الحقيقة في الكام سنة اللي فاتت بقى عندنا طفرة كبيرة جدا ملحوظة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. ربما أخرجنا من سنة 2013 ما عندناش طاقة غير طاقة من طاقة محطات ملتزمة بالشغل بالزيت، بقى عندنا محطات بتنتج بأشياء كتير جدا واعتمدت على أشياء كتير جدا، مشروعات سيمز اتعملت، مشروعات كتير جدا اتعملت، ولكن الطفرة الملحوظة كانت في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. الخطة المصرية ربما بتستهدف مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر بحلول عام 2035 إلى 42% من مجمل الطاقة في مصر. خلينا نشوف التقرير ده اللي بيرصد ملامح هذا الأمر. مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر بتشهد طفرة واضحة في السنوات الأخيرة، حيث تعمل استراتيجية الدولة على الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، خاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وبتهدف للوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر لـ 42%، وده بحلول عام 2035. فمصر بتمتلك أكبر قدرات كهربائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكن إنتاجها من الرياح والشمس. واهتمت الدولة اهتمام كبير بمشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، وبلغ عدد المشروعات اللي تم وبيجري تنفيذها 17 مشروع بتكلفة 51.8 مليار جنيه، لإضافة 5303 ميجا وات من الطاقة المتجددة سواء الرياح أو الطاقة الشمسية أو الطاقة المائية. ومن أهم المشروعات مشروع محطات إنتاج الكهرباء من الرياح في جبل الزيت بتكلفة 9.8 مليار جنيه، ومحطة إنتاج كهرباء كهرومائية بقناة الأسيوط بتكلفة 1.7 مليار جنيه. مجمع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بنبان بإجمالي استثمارات بلغت 35.2 مليار جنيه، وهو أكبر وأضخم مشروع في مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وبيعد الإنتاج مجمع بنبان للطاقة الشمسية من الكهرباء نحو 90% من الكهرباء المنتجة من السد العالي. بيحتوي المجمع على 32 محطة شمسية بقدرة بتصل إلى 1465 ميجا وات، وأيضاً محطة رياح راس غارب بخليج السويس، واللي فازت بأفضل مشروع للطاقة في العالم ضمن مسابقة التحكيم العالمية لأفضل المشروعات الهندسية.